ونبدأ مرة تانية بالقاعدة التانية اللي هي زي ما انتم شايفين حضراتكم Future Forms، صيغ المستقبل. هنبدأ طبعا هنجمع لك كل صيغة المستقبل المختلفة. نبدأ في البداية، في الأول بالمستقبل اللي بيسموه الفيوتشر سيمبل، يعني المستقبل البسيط زي ما شايفين حضراتكم. المستقبل البسيط اللي احنا هنتكلم عليه الآن، هتلاحظ أنه يعبر عن زمن المستقبل البسيط، يعبر عن زمن المستقبل البسيط بأربع طرق. يعبر عن زمن المستقبل البسيط بأربع طرق، باستخدام will واحد، باستخدام going to اثنين، باستخدام المضارع المستمر ثلاثة، باستخدام المضارع البسيط. هذه أربع طرق للتعبير عن زمن المستقبل البسيط. إمتى أنا أستخدم will؟ طبعا بنستخدمها للتعبير عن ممكن كلمة شور سيرتيلي، ده اللي احنا بنسميه اللي عند حضراتكم معناها بالتأكيد الكلمتين دول. ودي أنا لما أكون بعبر عن رأيي، بدون دليل، ما بيكونش عندي دليل، وساعات بيستخدموها يعني للتعبير عن التوقع أو عن التنبؤ. بنستخدم ويل لو أنا عايز أعبر عن هوب، يعني على بأعبر عن أمنية أو وعد، بستخدمها في مع كلمة probably وperhaps ربما، برضو بنسميه prediction. بستخدمها expect على التوقع أو البريدكت التنبؤ، think وbelieve دي كلها بنستخدمها يعني ليه زي أنا هقولهم لك مرة تانية، التنبؤ بدون دليل، حقائق مستقبلية ودي بنستخدمها مع العمر، قرار سريع استخدمته بدون إعداد مسبق، تحذير طلب ريكويست عرض أوفر بعرض عليك مساعدة أو أقدم لك خدمة، تهديد للتهديد، وقلنا الوعد أو صفة موجودة دائما في هذا الشخص. خلي بالكم ويل دي يعني صفة دائمة في هذا الشخص، مع ملاحظة أن الصفات الشخصية لا تعتبر دليل. يعني هي ويل سكسيد، هو سوف ينجح، انا عارف الصفه دي موجوده عنده وعارف ان هو هينجح، ولكن هذه الصفات لا تعتبر دليل، يعني ما اقدرش استخدم لها going to. امتى استخدم going to زائد الفعل في المصدر؟ بنستخدمها طبعا تركيب الجمله am او is او are، going to زائد الفعل فين في المصدر. بستخدمها في حاله التخطيط، لو انا أخطط لشيء فقرار، بس هنا قرار ذو إعداد مسبق. واتش أوت ده إحنا بنسميه شيء على وشك الحدوث، خلي بالك. انتند اللي هي بمعنى نية أو ينوي، أو صفة مؤقتة موجودة هنا، خلي بالك سواء دول أو دول موجود معايا دليل عندي. صفة مؤقتة زي إيه مثلا؟ يقول لحضرتك يعني إذا سيلينج يعني السقف اللي عندنا is weak، شكله ضعيف، it is going to fall، على وشك أنه يسقط. دي صفة كانت مؤقتة في الآن تأدت إلى أنه شيء سوف يحدث معنا. الاستخدام الثالث اللي احنا بنستخدمه للتعبير عن زمن المستقبل البسيط، وهو استخدام المضارع المستمر. استخدام المضارع المستمر am is are زائد الفعل مضافا له ing. قلنا طبعا ده بيعبر عن ايه؟ يعبر عن اشياء سوف تحدث في المستقبل ولكن يخطط لها الان. ادينا بنعيده تاني، يعني بنستخدمها مع الرحلات، السفر، الزيارات، الحفلات، الامتحانات، المناسبات، الأعياد اللي بنجهز لها. وغالبا ما بتلاقي كلمات تدل على الترتيب زي كلمة بوك يحجز، بريبير يستعد، الرينج يرتب، باي يشتري، جيت يحصل. قال لي هذه الحاجات خلي بالك يعني تلاحظ عليها
انك انت بتستخدمها زي كلمه I am traveling to Cairo tomorrow. اذا everything is arranged لقد رتبت كل شيء. اما استخدام زمن المضارع البسيط البريزنت سيمبل بستخدمه امتى للتعبير عن المستقبل؟ بنستخدمه للتعبير عن شيء سوف يحدث في المستقبل وفقا لجدول مواعيد، زي حركة الطائرات والقطارات والدروس وبرامج التلفزيون والحفلات. يعني مدعي على فرح مثلا، أنا ما رايح الفرح ده الساعة كذا، في السينما، المباريات، الامتحانات، زي ما قلنا دي لها مواعيد محددة، لها مواعيد محددة بنستخدم لها زمن مضارع بسيط. وتلاحظ انه دايما فاعل الجملة يكون هنا غير عاقل، وبنستخدم الفعل دايما في نهايته اس اذا كان مفرد. في زمن تاني في المستقبل برضو اسمه فيوتشر كونتينوس، يعني زمن المستقبل المستمر زي المضارع المستمر، بس هيتم في المستقبل، يعبر عن شيء سوف يحدث في المستقبل في فترة زمنية محددة. خلاص، يعني تلاقي مثلا كلمة tomorrow from to، يعني من كذا لكذا، أو مثلا يقول لك حاجة هتحدث في المستقبل تمنعني من حدوث حاجة معينة، زي إيه؟ يقول له مثلا I can't meet you tomorrow. I can't meet you tomorrow. أنا مش هقدر أقابلك بكرة. ليه يا عم الحاج؟ قال I will be studying. I will be studying. يعني I will be studying، يعني أنا هكون في اللحظة دي حضرتك بذاكر. طيب، أو تستخدم كلمة this time next. كل الكلام ده هتشوفوه يا سنة تانية في التمارين بعد شوية. يعني اللي هيكمل معايا لغاية الآخر هيستفاد استفادة عظيمة جدا. ممكن كمان تستخدم كلمة all بس تيجي فترة زمنية في المستقبل، زي إيه؟ تقول all the day tomorrow. All the next month. All the next year. فيها يعني بستخدم فترة زمنية لسه جياني في المستقبل. طيب، آخر نوع من الأزمنة، أزمنة المستقبل، اسمه المستقبل التام. بيتركب من ويل هاف، ادي ويل وادي هاف وادي الباست بارتيسيبل، كانه ربط بين المضارع التام والمستقبل، كانه دمجهم في بعض. فتلاقي عند حضرتك دايما من اشهر الكلمات اللي انا بلاقيها كلمه باي، بيفور، ان، فور، دول. وهتلاحظ بص لما اشوف التمارين يعني، ودول طبعا بيبقى عندي يذكر بعدهم يوم، شهر، سنه في المستقبل، مده في المستقبل. بعد ان تيجي مده في المستقبل، ان مده في المستقبل، فور مده في المستقبل، ده كله هنشوفه مع بعض احنا وشغالين في التمارين. واحنا النهارده بنعمل مراجعه، يعني انت المفروض انك انت ذاكرت الكلام ده وهترجع تذاكره تاني، وهنشوف مع بعض في خلال التمارين وصلنا. دي الجزئيه اللي متوقعة تيجي في الامتحانات، وهي استخدام الروابط الزمنية للتعبير عن أحداث مستقبلية. استخدام الروابط، أيوة عرفنا، أنت الملكة ما تشاوريش. لاحظ الروابط الزمنية، الروابط الزمنية اللي هي when as soon as و after of. when as soon as after once. once هنا واخد اللي بالكم بقى جايه هنا كانها as soon as، بمجرد ان، لان once ليها بمعنى، ليها كذا معنى. once بتيجي بمعنى مره واحده، وطبعا زي كده once ذات مره، once بمجرد ان، وبيفور وتل وانتل. طيب، القاعده هنا بتقول ايه يا سنه تانية؟ بيقول لحضرتك اذا حدث حدثين، لو حد معاه قلم وعايز يزود، لكن الجماعه بتوعنا تلاقيهم طبعا كتبنا الكلام ده كتير قبل كده. اذا حدث حدثين وراء بعضهما في المستقبل، حدثين وراء بعض، يعني حضرتك هتقولي بعد ما يخلص الدرس هتعشى وانام، يبقى اذا انا عم هعمل حاجتين لسه في المستقبل. فتناول الطعام ده حدث اول،
والنوم حدث تاني، والاثنين لسه ما حصلوش، ده لسه هيتم في المستقبل. هنا في اللحظه دي بنقول عليهم حدثين هيتموا ورا بعض في المستقبل. ليه انا بكرر في هذه الجزئيه؟ لان عند حضراتكم هذه الادوات بنستخدمها مع الماضي التام والماضي البسيط لما يكونوا الحدثين تموا في الماضي، لكن الحدثين الان لسه هيتموا في المستقبل. فاذا حدث حدثين وراء بعضهما في المستقبل تلاقي عند حضرتك ادي الحدث الاول اهو، الحدث الاول هيكون في المضارع البسيط او المضارع التام، او شوف كلمه او دي يعني ما يجيبلكش الاثنين مع بعض في الاختياري، ويكون مسبوقين بصيغه في صيغ الايه المستقبل. فتلاحظ انت اول ما الاقي الادوات دي وان واس واز وافتر وانس وبيفور وتل وانتل، لقيت قدامها مستقبل اجي اختار وراها مضارع بسيط او تام، لقيت وراها مضارع تام او بسيط اختار قدامها مستقبل، ما هو لا هيشيل الدايره دي او يشيل الدايره دي. طيب افرض حضرتك راح غيظك جمله المستقبل، ها فاكرين قاعده اف الحاله الاولى اللي احنا هنتكلم عليها يعني النهارده ان شاء الله؟ كنت بقول لك يمكن ان تحول جمله المستقبل في قاعده اف الى جمله امر بان يبدا بفعل في المصدر ويشيل الفاعل، فبيقول لك خلي بالك ممكن يلعب بنفس الطريقة النهاردة في هذا الزمن، إن هو بدل ما يجيب لك جملة المستقبل فاعل ويل ومصدر، لا يروح هنا على طول بدأ لك هنا إيه يعني مثلا يقول لك إيه sleep well after you study hard. ده انت بقول لك نام بعد ما تذاكر، انت لسه ما نمتش ولسه ما ذاكرتش، لكن انا بدات بفعل بجمله امر بدل جمله المستقبل. خلي بالك وادينا اهو بعمل لك دايره عشان تخلي بالك. او ممكن يقول لك don't stay up، يعني ممكن يخليها مثبته ممكن يخليها منفيه. تعالى لاحظ حضرتك حاجه تانية، سيبنا الكلام ده ونبدأ نخش على عيلة الماضي. إيه عيلة الماضي؟ طبعا أنت الماضي البسيط هنتكلم عليه تاني بعد شوية، لكن أنا في جزئية دي بقلب لك عليها عشان أوري لك أهميتها، وهي كلمة يوزد تو، وتخلي بالك وكل لبيب بالإشارة يفهم. آدي يوزد تو. يوزد تو دي شغلانة. أولى هتلاقي في يوزد تو، ثانية يوزد تو، ثالثة يوزد تو. فيوزد تو دي عبارة عن هذا الفعل كده مع نفسه، مش يوزد لوحدها وتو لوحدها. ده بيدل على عادة متكررة، حاجة كنت بتعملها بس في الماضي ولا تتم الآن. ولا تتم الآن هذه الصيغة بمعنى اعتاد على التعبير، اعتاد على، بتعبر عن مواقف أو عادات منتظمة، هذه العادات المنتظمة في الماضي لها إثبات ونفي وسؤال ومبني للمجهول. جبنا لك كل الكلام يا أستاذ. في الإثبات هي used to، بيجي وراء الفعل في المصدر. I used to play with my friends، زمان كنت بلعب مع أصحابي. في الأفيرمتيف طبعا هنا الإثبات. النيجاتيف تنفى إزاي؟ ده فعل في الماضي. كيف ينفى فعل الماضي؟ ينفى الفعل في الماضي بوضع didn't قبل الفعل مع تحويله للمصدر. I didn't used to play with my friends. اهو didn't، بص الكلمه اللي كانت used to بقت الان used بس. ليه؟ ليه؟ لان did ياتي بعدها الفعل في المصدر. لكن هو ممكن يغيظك بنوع ثاني من النفي. نوع ثاني من طريقه ثانيه للنفي. بدل ما يستخدم didn't يستخدم never. فاكرين نيفر في زمن المضارع البسيط ما كانتش بتشيل الاس من الفعل، وكذلك هنا لا تحول الفعل الى مصدره. I never used to play with my friends منفيه، لكن لما حط نيفر ما تقوليش يوز. خلي بالك I never used to، used زي ما هي. وفي نوع ثالث من النفي يا حضرات، I used not to. I used not to play. كلام جديد بالنسبة لك، وخلي بالك من هذا الكلام، وده كله نفي used to.
لما اجي اعمل سؤال، السؤال بأداة، كنا بنحط أداة قدامي ديد وخلاص، لكن السؤال اللي هو سؤال استفهامي بتبدأ بديد ثم الفاعل على طول تحول يوزد تو إلى إيه؟ إلى مصدرها، وتكمل جملتك كما هي. لو حبيت تحول المبني للمجهول، إحنا اتفقنا زمان في المبني للمجهول أي فعل في نهايته تو لما تحوله للمبني للمجهول تجيب بعده بي زائد التصريف الثالث للفعل، ممكن يجيب لك يوزد تو في صيغة مبني للمجهول. مفعول به يوزد تو ثم بي ثم الباست بارتيسيبل. I used to study English late at night. مين الفاعل؟ أنا. I. مين المفعول؟ English. لما أجي أحولها للباسيف هلاقي نفسي بدأت بكلمة English. English؟ ها. ها. لا تحط لا أم ولا إز ولا آر ولا ووز ولا وير ولا أي حاجة من الكلام اللي حضرتك عارفه هنا. تقول English used to be studied. خلي بالك من هذه الجزئية. نخش على الملاحظات. الحاجة used to تستخدم للتعبير عن عادة أو موقف في الماضي، ها، ولا يحدث الآن. حاول أنت وتسمعني كرر معايا كأنك قدامي في الحصة ورد عليا. ها؟ رد عليا، لو انت عايز تفتح المايك وتسمعني صوتك انا ما عنديش مشكله، عشان احس انك انت قاعد مش بتحكي مع حد. فهنا انا بتكلم بقول يوزد تو، بص كده، مي يوزد تو جيت اب ايرلي. ده نوع تاني من الاسئله، بيقول لك الحاجه مي دي اعتادت تصحى بدري. ها؟ يعني كانت زمان بتصحى بدري. ماذا يعني؟ This means، هذا يعني إن مي no longer gets up early، لم تعد في المضارع تستيقظ مبكرا، أو مي doesn't get up early anymore، لم تعد، ها، برضه نفس الحكاية. إيه الحكاية دي؟ إيه no longer و anymore دي اللي وجع دماغنا بيها؟ قال لي خلي بالك، ما هي no longer دي و anymore دول عبارة عن كلمات تدل، يعني كأنها كلمات نفي تدل على أن الشيء الذي كان يعتاد عليه الفاعل توقف عن فعله. طيب موقع الكلمتين دول في الجملة إزاي؟ قال لي no longer تأتي بين الفاعل والفعل، ويكون الفعل بعد no longer مثبتا. أما anymore أو any longer مش موجودة الآن، تأتي في نهاية الجملة ويكون الفعل قبلها منفي. اهو طيب، يروح مديني جمله في الامتحان جملتين، جمله بادئ ماضي وجمله تانية في المضارع، وحاطط بينهما كلمه بط او بط ناو. خلي بالك، لو لقيت انا في الجمله بط ناو اهي، اعرف اني قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع بسيط، بحيث لو كان الماضي مثبتا يكون المضارع منفي، كان الماضي مثبتا يكون المضارع منفي، كان الماضي مثبتا يكون المضارع منفي، والعكس صحيح. يعني لو كان الماضي منفي يكون المضارع مثبتا. لكن في حتة أخاف إن هو يلعب بيها الحكاية دي. يعني إيه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن بدل ما يجيب لي المضارع منفي هنا، بدل ما يجيبه منفي يجيب لك عكس الفعل اللي هو عايزه. لو انت معاك قلم اكتب الجملة دي يمكن تنساها. مثلا يعني لو قلنا he used to agree، هو اعتاد ان، ها، يوافق. But now he doesn't agree. هذه القاعدة اتكونت، مثبت ومنفي. لكن ممكن يجيبها لك في الامتحان بطريقة تانية. He used to agree but now he refuses. بدل ما يقول لك doesn't agree يعني لا يوافق، استخدم كلمة refuse يرفض، والاثنين يساووا بعض. خلي بالك من هذه اللعبة. طيب
لاحظت حاجة، إن هو هنا علشان ده فعل، الفعل اللي ما عند حضراتكم ده هنا في الجملة بنستخدم له don't و doesn't. طب لو كان الفعل اللي موجود هنا يا اخوانا verb to be، she used to be short، كان الزمان جزع، فأقول but now she isn't. إذا كان فعل بعد used to verb to be يبقى هنفي هنا برضه بverb to be، isn't، am not، are not، وهكذا. فقال لك بص كده حضرتك، she used to be active but now she isn't. قال لك في المثال الأول والثاني استخدمنا don't و doesn't لوجود فعل أصلي في الجملة الأولى، لكن استخدمنا في المثال الثالث ده وطبعا والرابع احنا شلناه، هنا استخدم am و isn't ده نتيجة لوجود verb to be في الجملة. كلمة no longer طبعا أنا شرحتها لك، قلت لك عليها no longer وموقعها فين، مش هنعيدها مرة ثانية. قال لك لاحظ كده معلومة بقى، لاحظت أنا لما اتكلمت على used to، اتكلمت على used to قلت لك يأتي بعدها الفعل في المصدر، ما فيش قدامها أي حاجة أهو، لكن لو وجدت في الامتحان قدام used to am is are get am is are أو get، ها على طول استخدم بعد تو، استخدم بعد تو فعل مضاف له اي ان جي. تمام طبعا وساعات طبعا بيستخدموا يعني ضمير واسم، ده موضوع هنشوفه في التمارين عشان ما نتوهش. المهم I used to play football، I am used to playing football. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال الاولانيه I used to play دي تعبر عن عاده في الماضي، حاجه كنت زمان بعملها وبطلت، لكن I am used to playing دي اللي قدام حضرتك ده هنا عباره عن عاده في الحاضر الان اقوم بها، يعني ممكن بدل الجمله الطويله العريضه دي انا استخدم مكانها زمن المضارع البسيط، اقول I play football. I play football أسف. I play football. He plays football. She plays football. لاحظ كمان تاني. قلت له إيه يا عم تعبتونا النهارده. قال لي إحنا اتفقنا مع حضرتك إن يوجد تيجي وراها المصدر. قلت له ماشي. وقام وإز وآر وجيت يوجد تيجي ورا الفعل ما إن جي. قلت له ماشي. قال لي إيه رأيك بقى؟ هستخدم إز وآر ويوجد تو ويجي وراها الفعل في المصدر. قلت له أنت لخبطتنا. قال لك لا. خلي بال حضرتك هنا الفاعل هتلاقي الفاعل عاقل بني آدم، لكن إذا كان الفاعل غير عاقل وجاب بعده إز وآر ثم يوزد تو مصدر أو يوزد فور أي إن جي، اعرف إن يوزد تو هنا ليست بمعنى اعتاد أن، ولكنها هنا جاءت بمعنى يستخدم لي، يستخدم علشان، يستخدم لكي. خلي بالك هعرف ازاي ان يوزد تو بمعنى اعتاد ان ولا استخدم لي؟ قال لي من الفاعل، اذا كان عاقل فهي استخدم لي، يعني فاذا كان عاقل فهي عباره عن عاده في الماضي، واذا كان غير عاقل فهي يستخدم لي. قال لي بص تاني، قلت له بعدين، قال لي خلي بالك ده انا ممكن اعلمك حاجه تاني، قلت له ايه؟ قال لي ممكن استخدم كمان بدل ام واز وار والكلام اللي بنقول عليه ده، ممكن استخدم ووز وير وجوت ويوزد تو فعل مضاف له اي ان جي. قلت له يعني كده ان انا هقول عاده في الحاضر؟ قال لي لا، دي تعبر عن عاده في الماضي، يعني ممكن يوزد تو زائد المصدر ممكن اشيلها واحط مكانها ووز وير او جوت زائد يوزد تو زائد الفعل مضاف له اي ان جي، تعبر عن عاده كنت بعملها في الماضي، وانا جايبهم لك اهو. قال لي بص يوزد تو زائد المصدر، جوت يوزد تو زائد اي ان جوت، شايف جوت في الماضي مش جت دي، جوت الاثنين دول طالما في الماضي هيجي دي وراها مصدر دي اي ان جي، بس عشان في الماضي يعبروا عن عاده في الماضي. فقال لي مثلا زي تساوي نفس الكلام انك تقول اي ووز ان هابت اوف،
they were inhabit of. She was used to. و they were used to. المهم دول كلهم in the habit of، خلاص من عاداته، in the habit of getting مثلا. يجي وراها فعل اسم ضمير فعل مضاف له اي ان جي. وبص معايا، he used to travel up، ماشي، هذه جاء وراها فعل في المصدر. هي نفس الجمله، هي نفس المعنى. he was used to travel، برضه عاده في الماضي. he got used to traveling، برضه عاده في الماضي. قال لي خلي بالك الاشياء التي اضيفت، عشان كده انا بقول لك used to دي من الحاجات المهمه واللي محتاجه من حضرتك. هل افتكرت في يوم من الايام ان كلمه would دي اللي هي زي ماضي ويل وود، ها برضو بمعنى اعتاد على؟ قال لي اسمع، قال لي وود زائد المصدر ممكن نستخدمها يا استاذنا العاقل بدلا من يوزد تو زائد المصدر. ازاي؟ قال لي تعبر عن حاجه كانت متكرره في الماضي. يا سلام، قال لي اي اوتل كم، طبعا هنا وود او يوزد تو، وود او يوزد تو باي ذا بيست لاند ان ذا تاون. الشركات بتاعت الفنادق دي يعني كانت دايما معتاده انها تشتري احسن حته ارض في المدينه. لكن خلي بالك في حته توضحها لك. قال لي وود دي احنا ما استخدمناهاش على مواقف كانت في الماضي ولم تعد موجوده. يعني لو العاده ما كانت في الماضي بس ما استخدمش غير يوزد تو. لو العاده موجوده في الماضي ولسه مستمره حتى الان يمكن استخدم وود او يوزد تو، وده الفرق بين وود ويوزد تو. مثال: there used to be a lot of tourists. كان زمان عندنا سائحين. There used to be a cinema here. كان هناك سينما في هذا المكان. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه لم يعد موجود هذا الشيء. هنا ما أقدرش أستخدم would لأنه لا، هذا الشيء انتهى. طيب إيه تاني؟ قال كمان وود دي ما تستخدمهاش مع افعال تعبر عن الحب والكره والملكيه والحواس والمعرفه واللي احنا عارفينه. He used to hate all the songs. كان زمان بيكره الاغاني الطويله. خلاص؟ He used to be lazy. لكن انا يعني ما استخدمش هذا الكلام، كان زمان. لكن الان تغير رايه. فاذا طالما هو عاد وانتهت ما اقدرش استخدم ود مكان يوزد تو. ود ما ينفعش استخدمها في النفي. لو انا هنفي يوزد تو هقول I didn't used to get up early. ما اقدرش I wouldn't always get واكمل. كلمه ود ما نستخدمهاش في السؤال في الماضي. ما نستخدمهاش في السؤال في الماضي. Did he used to؟ ما ينفعش اقول would he practice. لا، فيش الكلام ده. كمان ما تستخدمش would مع أفعال استمرت لفترة من الوقت في الماضي. يعني I used to live in Cairo but I moved to Alexandria last year. أنا زمان كنت عايش في القاهرة ودلوقتي عزلت روح اسكندرية. يبقى إذن هذا الفعل انتهى. ما أقدرش أستخدم كلمة would مرة ثانية. سنة ثانية قبل ما أنتقل لقاعدة جديدة اللي هي قاعدة المقارنة الصفات. لو حد عنده أي حاجة قبل ما ننتقل يفتح المايك ويتكلم. يا مستر، نعم. طيب مع العادات المهمة، العادات المهمة زي التدخين بنستخدم يوزد تو ولا وود؟ ثانية سمية السؤال. مع العادات المهمة زي التدخين أو العادات المؤثرة بنستخدم وود ولا يوزد تو؟ العادات اللي هي لم تنتهي، يعني هابت كانت موجودة. واحد كان بيدخن وانتهى. He used to smoke. He used to smoke. لو هو هذه العادة اللي موجودة عندنا لسه لا تزال موجودة حتى الآن، يعني لسه العادة مشغلة معايا، بستخدم ممكن استخدم used to واستخدم would. لو العادة دي هو توقف عن التدخين تماما وجاب لي في الجملة ما يدل على ذلك، استخدم يوزد تو فقط ولا استخدم ود. تمام. تمام.
كويس، برافو عليك يا سمية انك منتبهة. ها حد تاني؟ ها